انني مشيت واحد النهار جا عندي الدري شيري لا داعي لذكر الاسماء قال لك حقاق دابا حنا عندنا واحد جروب بغينا جروب موسيقي بغينا فينا نديرو لوكال فين يترينيو الدراري وفين وفي الخزانه فين شي فين يحطو الاستوديو فين المهم شي بغينا داكشي ما بغينا حتى شي حاجه مادياش ولا هادي اللي كنبيعو ونشريو في الجروب. الدري الثاني عند واحد السيد الاول حنا كنا تنعرفو واحد السيد بخير وعلى خير كان غادي كولي كان غادي يتعامل معانا حتى جا واحد الدري بلا ما نسميه راه معاه كاين شاو في اللائحه قال لي يلاه عند السيد مشينا دوينا معاه هذيك طلعت قال لي طلع معايا في الطوموبيل كنهضروا على هذا الشيء ديال فين غيبداو يترينيو الدراري وفين غيبداو يسجلوا الدراري وفين يبداو يتجمعوا بحال في مركب ثقافي ولا شي حاجه اللي اجتماعيه صافي حتى طلعوني في الطوموبيل مشيت معاهم لقينا راسنا حدا كوميساريه قال لي غنديرو فيه شو انتروبروميتريك انا ما بغيتش نتراجع قلت لا تراجعش ولا شي حاجه راه غادي يقولوا هذا مجرم ولا شي حاجه دخلت معاهم داروا لي فيه شو انتروبروميتريك هذا الشيء دائما في اطار ماشي باش نكون معاهم في اطار باش باغين فين غادي يبداو يترينيو الدراري وفين غادي يبداو يسجلوا هذا الشيء وهذا الشيء في اطار داك الشيء الاجتماعي ولا كان هذا الشيء حقه لينا راه غادي نصوشوا عليهم. المهم مشينا درنا هذاك في شونتروبروميتريك مشينا عاوتاني قال لك غادي تصور 8 تصاور داز واحد شويه جا خدم خدي كتبت سميتي ونمره لاكارت ناسيونال وسينيت في واحد الكشاف قال لك حكا هذا الشيء باش غادي تاخذوا المقر وهادي ما عليناش ما حديتش ندير ما تنديرش شي حاجه ماشي هي هذيك راه سينيت من بعد كيخرجوا اللوائح الانتخابيه كنلقى راسي تصويره في اللائحه الانتخابيه انا ما عندي حتى شي ما عندي حتى شي تبعيه مع هذا الحزب هذا ولا لقيت راسي في اللائحه الناس يشوفوني في اللائحه تقولوا دابا الدراري كاينين راك عارفين كاينين الدراري في الدرب بغاو يخدموا المره الاولى قال لك حكتهم حكار منين غيكونوا كيديروا الدراري راه غادي نصيفطك عند واحد السيد وكيل اللائحه قلنا له نصيفطك عندهم راه هما غادي نخدموا معاهم وغادي المهم تدوروا بحالهم بحال راك كلشي عارف هادشي غيدوروا وغيخلصوهم ماشي انا على الدراري صدقوا ما دايرين مع حتى شي واحد ما دبروش على راسهم ولاو جاي عند هذا وكيل اللائحه حتى قال لك 4 مليون وهرب كلشي شي قلب عليه هذا هو وكيل اللائحه وانا خرجت باش ندير التصريح على حاجه وحده الله يشوف تصوير شي شما ماشي يقول على وجه يقدر شي وحدين يتعاطفوا مع التصويره على حساب فيابيليت اللي عندي في الدرب مع الناس وهادي يقدروا يتعاطفوا مع التصويره انا من هذا المنبر كنقول لهم ما تعاطفوش مع ديك التصويره راه حيت شي كاملين الحزب هذا الشيء باقي ما نجحش واحد هرب ها انتوما باش تعرفوا المقر مسدود شحال هادي فراوة ستات راه شي 3 ايام ولا 4 ايام هو مسدود ما فراوة بلبلوها تبلبلات.